نيجي بقى للمهرجان. في فعاليات كتيرة رياضية، لكن من أبرز الفعاليات هي وجود نجوم الجيل الذهبي في هذا المهرجان. طبيعة مشاركتك عاملة إزاي؟ والنهاردة الناس مستنية تشوفك. في البداية أنا بشكر، حابب أشكر بس مؤسسة الدولة والدولة المصرية على المنظر التحفة اللي أنا شايفه، زي مدينة العالمين تحفة على أرض مصرية يعني بجد والله. الناس أنا عايز تيجي تبص تشوف على منظر البحر وتشوف على المناظر، المباني والأوتيلات اللي موجودة. الحاجات دي مش موجودة في أماكن كتيرة جدا في العالم. والله مش بجامل ومش بنافق، والحمد لله الناس عارفة عني الكلام ده، ان انا ماليش في المجاملات. لكن احنا بنسافر بلاد كتير وبندفع فلوس كتير عشان نشوف منظر بحر بالشكل ده، او نشوف اوتيلات بالمنظر ده، لكن ده موجود في مصر. فبشكر الدوله المصريه بجميع مؤسساتها على ان تعمل حدث رياضي كمان، او موسم ترفيهي بالنسبه لمدينه العالمين، وان يكون مجتمع فيه نجوم الناس بتحبها. الناس يعني وحشها الناس تشوفها في الملعب. ده اللي كنت بقوله امبارح، والله احنا بس بنشوفكم موجودين كده، حتى لو انتوا لابسين لبسكم العادي وبتقسموا تقسيمه كده على خفيف، اليوم قاعدين مبسوطين. والله احنا بنكون مبسوطين ان احنا اتجمعنا مع بعض، وان احنا بنلعب كمان والناس بتتفرج علينا. فلما النجوم دي كلها تتجمع في 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 مكان واحد وعلى مدار يومين وتلعب بشكل ودي وشكل ترفيهي، فعلى ما اعتقد ان دي كلها حاجات جميله جدا لينا احنا طبعا، والجمهور اللي هيبقى موجود. وبشكر كل المسؤولين عن تنظيم هذا الحدث، لأن فعلا حاجة مشرفة.